في التحليلية من الميادين، 15 عاما من الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة، عزل مليوني فلسطيني وتدمير اقتصادي ممنهج. الاحتلال يصر على جرائمه ضد الإنسانية في القطاع، فكيف فشل في إخضاع المقاومة؟ عائدات النفط اليمني تصب في خزائن التحالف السعودي وحلفائه، والهدنة تكشف حجم أطماعه في الجنوب. صنعاء تحذر من استغلال وقف إطلاق النار، فكيف ستواجه الاستيلاء على ثروات البلاد؟ القضاء الأوروبي يعلق ترحيل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا، وحكومة المحافظين مصممة على خطتها المتشددة تجاه المهاجرين. قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هل يضعف موقف جونسون أمام ناخبيه ويسرع رحيله عن السلطة؟ وفي قضية اليوم، الاستخبارات الغربية تقدر بلوغ الصراع في أوكرانيا مرحلة حاسمة بسبب التقدم الروسي جنوبا وكلفة تسليح كييف. تناقض بين أقطاب الأطلسي بشأن الاستمرار في عسكرة النزاع، فهل يتنصل الناتو من أزمة افتعلها ويدفع كييف إلى التنازل؟ دخل قطاع غزة السنة 15 على الحصار الإسرائيلي. وفق هيومن رايتس ووتش، فإن الحصار جريمة إسرائيلية ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري واضطهاد ملايين الفلسطينيين. ورغم ذلك، فإن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، ولا سيما خنق المقاومة الفلسطينية. نتابع ثم نحلل. تتم غزة عامها 15 تحت حصار إسرائيلي مشدد، كان الهدف الواضح منه حبس أنفاس المقاومة الفلسطينية بعيد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، إذ سجلت إسرائيل عاما بعد آخر فشلا ذريعا ومتكررا في تحقيق أهدافها السياسية المتمثلة في تطويع غزة عبر الحصار وإخضاعها لشروطها، بل عززت عبر حصارها من ترابط ساحات فلسطين. رغم بلوغ تأثيرات الحصار حدا لا يطاق، وصل إلى إغراق غزة بالظلام وابتزازها بالدواء والغذاء وإغرائها بحلول اقتصادية مختلفة. كما راهنت المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل عبر تجديد حصارها على خنق المقاومة وتجفيف منابع تمويلها وإغلاق خطوط إمدادها، بما يؤثر على تطوير قدراتها العسكرية، غير أن واقع الميدان أثبت العكس، إذ لم تعدم المقاومة الحيلة أو الوسيلة، وفاجأت العالم أجمع بما تملكه من قدرات تجاوزت بها حدود الحصار والإغلاق، وصدمت جيش الاحتلال الذي راهن على استنزاف قدراتها طويلا. المقاومة الفلسطينية بعد 15 عاما من الحصار حولت التهديد إلى فرصة، بمعنى أنها حولت هذا الحصار الظالم وحولت منع الإمكانيات من الوصول إلى غزة أو تطويع هذا الحصار إلى أن تصبح قوة ذات ردع كبير للاحتلال الإسرائيلي. ولعل أهم ملامح فشل الحصار الإسرائيلي على القطاع تمثل في سقوط رهان الاحتلال على تأليب الناس على المقاومة عبر الضغوط التي فرضتها إسرائيل في غزة من حروب متكررة أفضت إلى دمار واسع في المنازل والمصانع واستهداف العصب الاقتصادي للقطاع، وما رافقه من ارتفاع في مستويات الفقر والبطالة، سياسة متواصلة تؤكد عنصرية إسرائيل وانتهاجها سياسة العقاب الجماعي التي راكمت ولا تزال معاناة الغزاويين. رغم 15 سنة من حصار، لكن الناس في حالة من صمود ومعاناة، حتى تكون الأمور واضحة، لأنه معاناة تمس الحياة الإنسانية، معدات الفقر والبطالة، وهذا يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي. بعد فشل الخيار العسكري، يثبت الحصار على غزة فشله أيضا في تحقيق الأهداف السياسية الإسرائيلية التي تقاقرت في مقابل تزايد الالتفاف الشعبي حول المقاومة. أحمد غانم، غزة، الميادين. ويبقى معنا الزميل أحمد غانم، مراسل ميادين غزة. أحمد، ما هو أثر الحصار الإسرائيلي على مختلف جوانب حياة الغزينيين وبكافة مستوياتها؟ هذا الحصار طبعا الممتد والمستمر منذ أكثر من عقد ونصف. يعني ثلاث مستويات مهمة طالتها تأثيرات الحصار الإسرائيلي. أولها المستوى الصحي، إذ تسبب هذا الحصار بارتقاء مئات الشهداء
نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي آلاف المرضى من السفر لتلقي العلاج بالخارج، ولا زالت تمنع أيضا عشرات الآلاف من التنقل إلى الضفة الغربية تحت دعاوى أمنية فارغة من أجل تلقي العلاج. ثانيا، المنظومة الصحية في غزة تصنف وفق بيانات دولية وأممية بأنها أكثر المنظومات الصحية تدهورا وترهلا في بنيتها التحتية، لا تستطيع تحمل أزمات كبيرة. إسرائيل لا تزال تمنع إدخال عشرات الأجهزة الخاصة بالمستشفيات وخاصة الأجهزة الخاصة باكتشاف أورام السرطان، وتمنع إدخال وتتحكم بإدخال كميات الأدوية إلى القطاع. على الصعيد الاقتصادي، إسرائيل تتحكم دينا بمفاصل الحياة، المعابر، معبر كرم أبو سالم، حاجز بيت حانون إيرز، تتحكم بدخول وخروج البضائع، تتحكم بكميات السولار والوقود اللازمة لتشغيل محطة الطاقة. إسرائيل لا تزال حتى اليوم منذ 15 عاما تمنع مئات الأصناف من المواد اللازمة للمصانع لعمل المصانع في غزة تحت حجج ازدواجية الاستخدام تمنعها من الدخول إلى قطاع غزة. تمنع إسرائيل حتى اليوم واردات قطاع غزة من أو صادرات قطاع غزة من الوصول للضفة الغربية وأيضا مناطق مختلفة من العالم تحت حجج واهية. أخيرا، إسرائيل خلال 15 عاما شنت 4 حروب، دمرت ما يزيد على 125,000 منشأة صناعية، ورشة تجارية وغيرها من المصانع التي تسببت بتسريح عشرات الآلاف من العمال، راكمت أعداد البطالة، وتسببت أيضا بارتفاع نسب الفقر. على الصعيد الإنساني، إسرائيل قامت بإنشاء حاجز على طول حدود قطاع غزة تسبب باقتطاع مئات الآلاف من الدنومات. إسرائيل حرمت قطاع غزة من تدفق المياه. إسرائيل تسببت بوصول نسبة المياه الغير صالحة للشرب إلى 90%، منعت أيضا دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي. بالتالي إسرائيل هي المسؤول الأول والأخير عن تدهور الحالة الإنسانية في القطاع على كافة المستويات. أحمد زبيبة، مراسل ميادين في صنعاء، أيضا يعيش اليمن حصارا خانقا منذ أعوام، وبالتالي كيف استطاع اليمن إدارة الحياة بكافة المجالات التي تعاني نقصا حادا في بعض الاحتياجات الأساسية فيه؟ نعم دينا، هنا في الحقيقة من الصعب الحديث عن إدارة للحياة خلال السنوات الماضية. هي كان هناك صعوبة حقيقية في إدارة الحياة في اليمن في ظل هذا الحصار الخانق، في ظل انعدام للمشتقات النفطية، في ظل انعدام أو عدم قدرة المواطن اليمني إلى الوصول حتى إلى اسطوانة غاز واحدة، بالإضافة إلى صعوبة الوصول أيضا والحصول على فرص عمل. مصادر الرزق انقطعت بشكل كامل، نتحدث اليوم عن عشرات آلاف العمال الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص، تم تسريحهم نتيجة الحرب، نتيجة الحصار الخانق. واليمن هو سجل وفق تقارير محلية وأيضا تقارير أممية، هي تحدثت أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم. الحديث اليوم عن إدارة للحياة هو إدارة نتحدث اليوم عن الصمود في مواجهة العدوان، في مواجهة الحرب التحالفية. كانت محاولات الحصار هي من أجل إضعاف الشعب اليمني، إدخاله في أزمة إنسانية حقيقية من أجل أن يرضخ للاحتلال ويرضخ لشروط التحالف. وهذا ما حدث بالعكس تماما، لأن الشعب اليمني استطاع مواجهة هذا الوضع واستطاع أن يوجد أيضا بدائل. نعم، في ظل الحرب والحصار. أحد أهداف إسرائيل الأساسية أحمد غانم تحييد القطاع ومنع أي تواصل مع العالم الخارجي، لكن هل نجحت إسرائيل بذلك؟ وهل نجحت أيضا بهدفها الأساس الآخر بمنع يعني تطوير قدرات المقاومة؟ على العكس دينا، إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في تحقيق هذا الهدف. بذلت خلال 15 عاما جهودا مضنية من أجل تقديم إغراءات مالية كبيرة وتسهيلات اقتصادية، وليس أخيرا الحل الاقتصادي الذي قدمه يائير لبيد بمشاركة قيادات في الأحزاب المتطرفة في إسرائيل من أجل إغراء المقاومة. كل هذه الإغراءات فشلت فشلا ذريعا في عزل غزة عن محيطها الجغرافي، سواء داخل فلسطين أو خارج فلسطين. أما الشق الآخر من السؤال، هل فشلت أو هل نجحت
نجحت إسرائيل في أن تحد من تطور المقاومة، إسرائيل فشلت أيضا فشلا ذريعا، ولكن إن تأثرت قدرات المقاومة قليلا لكنها لم تعدم كما ذكرنا في التقرير الحيلة أو الوسيلة. والدليل على ما نقول هو ما نشاهده وما شاهدناه في معركة سيف القدس الأخيرة من تطور عارم وكبير في قدرات المقاومة الصاروخية التي وصلت 250 كيلومتر إلى مطار رامون العسكري، ما شاهدناه من أسلحة جديدة على يعني كأسلحة الدروع، وأيضا ما شاهدناه من تطور لافت في سلاح المسيرات التي استطاعت أن تخترق الأجواء أجواء فلسطين المحتلة. بالتالي كل مساعي إسرائيل لتحييد قطاع غزة وجعله قطاع يعني منفصلا عن محيطه الجغرافي عما يجري في القدس والضفة الغربية، وطبعا كل هذه محاولات فشلت فشلا ذريعا. بالعكس، وثقت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صلتها وأعادت التأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وتواصلت أيضا أكثر مع محيطها في قوى المقاومة في لبنان حينما تعلن حركة حماس أو كتائب القسام عن أن الغرفة المشتركة في فصائل المقاومة في الحرب الأخيرة كان فيها عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله في المقاومة اللبنانية في حزب الله. هذا دليل واضح على فشل المساعي الإسرائيلية لعزل غزة عن العالم. إذن عمليات نهب المنظمة لموارد اليمن النفطية والغازية عبر موانئ الجنوب تحذر صنعاء التحالف السعودي الإماراتي من استغلال الهدنة المعلنة لسرقة ثروات البلاد. وفق حكومة صنعاء فإن ناقلة نفط واحدة يهربها التحالف تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة لشهرين. نتابع ثم نحلل. يستغل التحالف السعودي الإماراتي الهدنة الإنسانية في اليمن. عمليات نهب منظمة تنفذها الرياض وأبو ظبي لثروات اليمن النفطية والغازية. سفن تأتي فارغة وتغادر محملة بكميات ضخمة من المشتقات النفطية وعلى نحو مستمر منذ سنوات من موانئ جنوب اليمن وتقبع تحت سيطرة التحالف. السعوديون والإماراتيون يحاولون استغلال هذه الهدنة من أجل الاستمرار في مزيد من هذا النهب. نحن نتابع هذا الأمر ونحسب بدقة كل ما يصلنا من معلومات عن هذه السرقات، وسوف نفعل كل ما بوسعنا لإلزام هؤلاء اللصوص في المنطقة لإعادة ودفع قيمة ما سرقوه من ثرواتنا. أكثر من 11 مليار دولار قيمة عائدات النفط المنهوب خلال سنوات مضت عبر موانئ الشحر والضبة بحضرموت وبئر علي في شبوة جنوب شرق اليمن، آخرها نهب مليوني برميل نفط خام بقيمة تزيد على 270 مليون دولار عبر ميناء الشحر، فضلا عن الغاز المنهوب من قطاعاته في مأرب شمالي شرق اليمن. نحن الآن أمام رقم كبير، يعني أمام يعني إيرادات كبيرة جدا تم نهبها من النفط الخام بشكل مستمر، يعني رغم الحصار والعدوان ورغم تضور الشعب اليمني لعملية يعني في ورغم الحصار ومن المشتقات النفطية للشعب اليمني الذي يعني كانت هذه الموارد النفطية قادرة على تغطية يعني الباب الأول للأجور والمرتبات. حقل المسيلة لإنتاج النفط بحضرموت شرقا لم يتوقف عن الإنتاج، بل استمر حتى مع بدء الحرب السعودية، وارتفعت عمليات الإنتاج من 50,000 برميل في اليوم حتى 82,000 برميل نفط في اليوم الواحد، وجميع إيراداتها كما يقول مراقبون تذهب لعناصر مدعومة من التحالف ولا تذهب لصرف رواتب موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات. تتابع صنعاء كما تقول عمليات النهب المستمر لثروات اليمن النفطية منذ سنوات. هذه الثروات يجري رصدها، فهي فاتورة من السرقة المنظمة كما تقول، يجب على التحالف السعودي دفعها ولن تمر. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. ويبقى معنا زميل أحمد زبيبة مراسلنا من صنعاء. أحمد، ما هو بالفعل حجم الأطماع السعودية الإماراتية بالثروات النفطية في اليمن، النفطية والغازية طبعا، أيضا من هي الجهات التي تغطي وتدعم هذا التوجه وهذه السياسة السعودية الإماراتية؟
نعم، الحديث عن الأطماع هو يطول دينا، ولكن نحن نتحدث عن الأطماع في قطاع الغاز والنفط الذي خلال سنوات الحرب حاول التحالف السعودي أن يسيطر على جميع هذه المواقع. هناك أربعة قطاعات يمكن الحديث عنها، وهي القطاعات التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي بشكل كامل، وأيضا يقوم بتوظيف عناصره من أجل التحميل وتصدير مثل هذه الكمبيات التي تذهب عائداتها إلى السعودية والإمارات. وتحدثت صنعاء أن عائدات النفط هي تذهب إلى البنك الأهلي السعودي، ولا يتم فيها صرف رواتب أو تخفيف الوضع الإنساني الذي يمر به اليمن. هناك قطاع إستو في شبوة في منطقة العقرة، هناك قطاع مالك في حضرموت، بترو المسيلة في حضرموت أيضا، قطاع 18 في مأرب صافر. هذه القطاعات هي مستمرة في الإنتاج بشكل دائم ومستمر. وصل الحال إلى أنه خلال أسبوعين إلى شهر بشكل دائم يتم وصول سفن فارغة إلى موانئ في حضرموت وفي شبوة لأخذ أو تحميل كميات كبيرة من النفط اليمني، والذي تصل هذه الكميات إذا كانت آخر كمية تم رصدها من قبل وزارة النفط اليمنية، إذا تحدثت عن 2 مليون برميل من النفط، بالإضافة إلى مبالغ قدرت ب 270 مليون دولار. هذه المبالغ كان قيمة سفينة نفطية واحدة، والتي يمكن أن تسدد فاتورة من فواتير المرتبات المنقطعة، بالإضافة إلى ما رصد من 11 مليار دولار. هذه فقط قيمة صافية للنفط الخام الذي أخذ من قبل التحالف السعودي الإماراتي. موسى سرور مراسل ميادين في لندن، مطالبات شعبية كثيرة وكبيرة، أيضا مطالبات من بعض التيارات السياسية والأحزاب في بريطانيا للحكومات البريطانية، أكثر من حكومة بريطانية، بوقف الدعم للسعودية تحديدا في حربها على اليمن. لكن لماذا تصر هذه الحكومات البريطانية على استمرار هذا الدعم وهذا الغطاء على السعودية في حربها؟ نعم، يعني هناك عدة أسباب، ربما نبدأ بالسبب الأول، هو أنه منذ بداية الحرب على اليمن المحافظون هم من يسيطرون أو يمسكون السلطة في المملكة المتحدة، ومن المعروف جيدا العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط المسؤولين في حزب المحافظين مع الدول الخليجية، وهذه العلاقات هي على كافة المستويات. ثانيا أيضا العامل هو عامل ممولي حزب المحافظين، ممولي الحملة الانتخابية لحزب المحافظين، هؤلاء لهم يعني تأثير كبير على سياسة حزب المحافظين، على السياسة الاستثمارية والاقتصادية لحزب المحافظين، وهؤلاء أيضا معروف عنهم ارتباطاتهم بالدول الخليجية. والمسألة الثالثة وهي ذات أهمية كبيرة، هو خضوع المؤسسة الحاكمة البريطانية للوبي السلاح. هذا اللوبي هو ناشط جدا في بريطانيا، ولديه تأثير كبير على قرارات الحكومات البريطانية وتحديدا على هذه الحكومة. هناك تقديرات بحسب بعض المنظمات البريطانية بأن صادرات الأسلحة وصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار منذ بداية الحرب على اليمن، وبالتالي هذه الأسباب ربما قد تدفع هذه الحكومة وربما حكومات أخرى إلى يعني إلى الاستمرار في دعم التحالف السعودي في حربه على اليمن. طيب أحمد زبيبة، الهدنة كيف يتم استغلالها من أجل المزيد من سرقة الثروات؟ أيضا تقول صنعاء بأن هذه الثروات يجري رصدها، فهي فاتورة من السرقة المنظمة ولن تمر، وبالتالي ما هي خيارات صنعاء للتعامل مع هذه الأزمة؟ نعم، هو الحديث اليوم عن الهدنة، المستفيد الوحيد من الهدنة الإنسانية في اليمن هي السعودية والإمارات، هي أمنت حدودها، بالإضافة إلى أنها أمنت من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة داخل السعودية والإمارات لما تحدثنا عن مواقع نفطية عسكرية ما إلى ذلك. أما اليمن فهي منذ في الهدنة الأولى والهدنة الثانية كان هناك إغلاق جزئي لموضوع دخول السفن عبر ميناء الحديدة، 8 رحلات فقط سيرت عبر مطار صنعاء الدولي. ولذلك مع رصد هذه الخروق واستغلال للهدنة، أن التحالف السعودي هو مستمر في بسط هيمنته ونفوذه
داخل الجنوب اليمني والسيطرة على هذه الموانئ. صنعاء حذرت بشكل مباشر التحالف السعودي أنه في حال استمراره فهو يهدد بشكل مباشر الهدنة، بالإضافة إلى أنه أيضا كان هناك تحذيرات قبل أيام يمكن الوصول إلى استهداف مواقع عسكرية وحيوية في حال أن التحالف السعودي يعني بشكل مباشر يقوم بخرق هذه الهدنة، وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية. هي لم تتحدث الأمم المتحدة عن ما يحدث في اليمن، ما يحدث من عمليات سرقة ونهب وبسط نفوذ وسيطرة كاملة من قبل التحالف السعودي، إذن هو المستفيد الوحيد من هذه الهدنة ويقوم بخرقها بشكل كامل. رغم تعليق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رحلة نقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا، أعلنت الداخلية البريطانية أنها لن تغير سياستها في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. يأتي ذلك فيما يواجه بوريس جونسون صعوبات بالاستمرار في الحكم. نتابع ثم نحلل. القضاء الأوروبي يلغي في الدقائق الأخيرة تذاكر طيران نقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا. قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحبط في الدقائق الأخيرة خطة حكومة المحافظين في ترحيل نحو 7 مهاجرين عبر مطار عسكري من خلال رحلة طيران تقدر تكلفتها بنحو 500,000 جنيه استرليني. أعلنت مرارا أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لترحيل اللاجئين، وأنه سيكون هناك الكثير من التحديات القانونية والمطبات أمام خطة الحكومة، لكن أقول للمعارضين ما هو البديل عن هذه السياسة، وكيف يمكن مواجهة المتاجرين بالمهاجرين عبر القناة الإنجليزية الذين ينقلون عبر قوارب صغيرة للغاية وغير صالحة للإبحار، ما يعرضهم للخطر ويقوضون سيادة القانون في بريطانيا. تعليق ترحيل اللاجئين نزل كالصاعقة على حكومة المحافظين التي تعهدت باستئناف قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فحكومة جونسون مصممة على الحد من تدفق المهاجرين عبر بحر المانش، متجاهلة الالتماسات كافة من وريث العرش الملكي والكنيسة وحتى الجمعيات الحقوقية الرافضين لخطة الحكومة المتشددة تجاه اللاجئين. أغلب طالبي اللجوء قدموا من السودان وسوريا والعراق هاربين من الحروب والظروف الاستثنائية، البعض منهم غير مستقر عقليا بسبب الظروف التي مر بها سواء في بلده أم خلال رحلة الوصول إلى بريطانيا. خطة الحكومة في ترحيل طالبي اللجوء والتي تحظى بدعم القضاء البريطاني زادت من الانقسام بين البريطانيين، حيث أفاد استطلاع للرأي بمعارضة 40% من البريطانيين لقرار ترحيل اللاجئين إلى رواندا. تقول الحكومة البريطانية إن الهدف من التشدد تجاه الهجرة غير الشرعية هو من أجل ردع المتاجرين بالمهاجرين عبر بحر المانش، لكن المراقبين يرون أن سياسة الهجرة المعتمدة من قبل الحكومة لها حسابات انتخابية خصوصا عند الناخبين المحافظين. موسى سرور، لندن، الميادين. موسى، ما هي دلالات قرار المحكمة الأوروبية وهل من الممكن أن يثني الحكومة البريطانية عن الاستمرار في قرار الترحيل؟ أعتقد أن يعني قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو صفعة في وجه حكومة المحافظين، وهناك يعني كما تعلمين هناك حساسية مفرطة تحديدا من حزب المحافظين وتحديدا هذه الحكومة التي أخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم هذا مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحقيق البريكزيت، وجهت المحكمة الأوروبية هذه الصفعة على اعتبار أن بريطانيا لا تزال عضو في مجلس حقوق الإنسان، مجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، وبالتالي هذا الأمر ربما قد يؤدي إلى إضعاف حكومة بوريس جونسون التي تعهدت أنها سترسل طالبي اللجوء حتى لو كان هناك لاجئ واحد إلى رواندا، وحتى لو كلف الأمر الكثير من الأموال لإرسال هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين إلى رواندا، وبالتالي هذه الصفعة الكبيرة يعني هي يمكن اعتبارها بأنها فشل لحكومة المحافظين، فشل في تحقيق هذا التعهد أمام ناخبي تحديدا ناخبين من حزب المحافظين. هي لا تقول أنها مصممة على يعني على إرسال هؤلاء طالبي اللجوء إلى رواندا وأنها ستستأنف قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هناك استغراب من وزارة الداخلية لهذه السرعة
من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إصدار هذا القرار في يعني في الدقائق الأخيرة قبل إقلاع الطائرة بأن تصدر المحكمة، وبالتالي هنا تطرح يعني يطرح بعض المؤمنون بنظرية المؤامرة بأن هناك من يريد من الدول الأوروبية بإضعاف حكومة بوريس جونسون وإضعاف مسألة البريكزيت في لدى الناخبين في المملكة المتحدة، وبالتالي هناك كما قلت هذا فشل. وفشل أيضا هو أن وزارة الدفاع البريطانية قالت أن البارحة وصل 444 لاجئ من الضفة الأخرى لبحر المانش عبر بحر المانش في قوارب صغيرة إلى بريطانيا، وهذا يؤكد بوضوح فشل حكومة المحافظين في سياسة الهجرة المعتمدة. طيب أحمد غانم، في ازدواجية التعاطي مع موضوع حقوق الإنسان، أي دور تلعبه المملكة المتحدة في استمرار الوضع القائم في غزة على ما هو عليه؟ تلعب دورا كبيرا. دعيني أشير فقط إلى أن الإرث الاستعماري البريطاني لا زال قائما في المنطقة العربية، والسياسة البريطانية والأمريكية لا يمكن الفصل بينها بالنظر إلى القضايا العربية وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية. طبعا تعرفين أن بريطانيا هي من أصدر وعد بالفورو، من أعطى وعدا لإسرائيل بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. بالتالي من مصلحة بريطانيا أن يكون استثمارها وهي إسرائيل، إسرائيل هي استثمار بريطانيا في المنطقة العربية، هي استثمار وهي أداتها، وهي اليد الضاربة التي تحقق المصالح الغربية والمصالح الأمريكية التي تلتقي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. عفوا، بريطانيا قبل أقل من عام صنفت حركة حماس على أنها منظمة إرهابية، لكنها صمتت طويلا إزاء أربعة حروب قتلت فيها إسرائيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صمتت إزاء مخططات إسرائيل ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، صمتت عن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل والجدار الذي تفرضه في الضفة الغربية عن جرائم القتل الميداني. لذلك يمكن القول بأنه مصالح بريطانيا أو مصلحة بريطانيا في فلسطين تلتقي مع مصالح الأمريكية التي طبعا تدعم وجود إسرائيل في المنطقة وتحقيق مصالحها. طيب موسى، إزاء الدلالات التي تحدثت عنها، لماذا تصر حكومة المحافظين على ترحيل اللاجئين عفوا بالرغم من التكلفة الكبيرة سياسيا وماديا أيضا؟ نعم، لاعتبارات كثيرة. أولا، بعد جلسة التصويت سحب الثقة من بوريس جونسون تبين بشكل واضح جدا أن هذه الحكومة هي ضعيفة جدا، وبالتالي تريد هذه الحكومة إثارة بعض الملفات الساخنة. هذه ملف الهجرة غير الشرعية، هذا يلقى تأييدا كبيرا لدى الناخبين تحديدا من حزب المحافظين. استطلاعات الرأي تؤيد عند الناخبين حزب المحافظين تؤيد هذه خطة ترحيل بنسبة 70% من أنصار حزب المحافظين يؤيدون هذه الخطة، وبالتالي تريد هذه الحكومة دغدغة إذا صح التعبير مشاعر أنصار حزب المحافظين، وبالتالي يريدون من خلال هذه يعني هذه الخطة إبعاد أو إلهاء هؤلاء الناخبين عن ملفات تحديدا سحب الثقة وضعف هذه الحكومة. هناك الكثير من الخسائر التي يعني مريت بها هذه الحكومة بسبب هذه السياسة وبسبب خطتها فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. تقول التقديرات بأن حوالي 1.4 مليار جنيه استرليني تكلف الحكومة البريطانية دافعي الضرائب بسبب هذه السياسة. هذه السياسة أيضا إضافة إلى أن هناك مبلغ بحوالي 120 مليون جنيه استرليني دفعته الحكومة لرواندا لاستقبال هؤلاء اللاجئين. تصوري أيضا أن هذه الرحلة التي تريد من خلالها إرسال طالبي اللجوء كلفت نصف مليون جنيه استرليني، ربما تذكرة أي يعني أحد طالبي اللجوء تفوق 150 ألف جنيه استرليني، أي ما يقارب 200 ألف دولار، وهذه ربما أغلى تذكرة سفر في العالم. هذا كله من أجل تحقيق سياسة حكومة المحافظين فيما يتعلق بترحيل أو التشدد في اعتماد سياسة أو تشريعات فيما يتعلق بالهجرة في المملكة المتحدة. هناك من يقول أن هناك أبعد من ذلك، هناك من يرى أن من يريد إضعاف الاقتصاد البريطاني في إرسال اليد العاملة الرخيصة من أجل إضعاف الاقتصاد البريطاني. إذن موسى سرور وأحمد زبيبة وأحمد غانم، شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير نحلل بعده قضية اليوم، ابقوا معنا.
النزاع في أوكرانيا في لحظة حرجة، والغرب أمام قرار صعب، فقد تزايد ثمن تقديم الدعم لأوكرانيا على اقتصاد دول الرفاه الغربية، ولكن ترك روسيا تكسب الميدان الأوكراني انطلاقا من البوابة الجنوبية، يضع الغرب في موضع شارب السم بعدما رفع سقف التحدي مع موسكو حد لا عودة. تفشى التناقض مجددا في معسكر الغرب بين رافض للهزيمة وآخر معارض لكلفة المواجهة مع عدم الثقة بكييف. ووسط هذا الانقسام بدأت تبرز الدعوات لحث أوكرانيا على التفاوض والتنازل، فهل بدأ الغرب في التنصل من ورطة النزاع مع روسيا؟ وهل فعلا لم يعد يستطيع تحمل تكاليف الحرب؟ وهل نجحت موسكو في إدارة الحرب الاقتصادية؟ وأي أسباب تقف وراء عدم نجاعة التسليح الغربي لكييف؟ إذن التقدم الروسي وكلفة التسليح يضعان الغرب أمام مرحلة حاسمة. ترتفع فاتورة الدعم الغربي لأوكرانيا، سلسلة العقوبات في وجه روسيا والتزويد غير المشروط لكييف بالأسلحة تكبد الاقتصاد الغربي تريليونات الدولارات وتدخل دولا أوروبية باقتصاد حرب تفرض عليها اتخاذ خطوات جديدة وطويلة الأمد. الغرب أمام قرار صعب مرتبط بمرحلة حاسمة وصلت إليها المعركة في أوكرانيا. شبكة CNN نقلت عن مصادر في الاستخبارات الغربية ومسؤولين عسكريين أن النزاع في أوكرانيا في لحظة حرجة قد تدفع بالحكومات الغربية نحو قرار صعب بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا مع تزايد ثمنها على اقتصادها، وأشارت إلى خشية المسؤولين الأمريكيين من تعزيز موسكو مكاسبها في الشرق وتقدمها في باقي مناطق أوكرانيا مع تكبد كييف خسائر مؤلمة في القتال. لدينا خسائر للأسف وهي مؤلمة، لكن علينا الصمود من أجل بلدنا. الصمود في دونباس مهم للغاية، كلما منيوا بالخسائر فيها قلت قوتهم لمواصلة العدوان. دونباس هي المفتاح لتحديد من سيسيطر في الأسابيع المقبلة. الخشية الغربية من سير المعركة في أوكرانيا تتزامن مع استمرار تأكيد الناتو إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة فضلا عن تعزيز دفاعاته العسكرية. يجب تعزيز قوة الناتو في ظل التهديدات العالمية الحالية. الحلف يعمل على تعزيز دفاعاته ووجوده في شرق أوروبا. أشدد على أهمية التواصل المستمر مع أوكرانيا حول نوعية الأسلحة المطلوبة وعددها لتعزيز قدراتها. كلام ستولتنبرغ لا يخفي حجم تناقض الموقف الرسمي الغربي بشأن الدعم العسكري غير المشروط لأوكرانيا وجدواه في تحديد مصير المعركة على الأرض. تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تفاوض أوكرانيا مع روسيا لإنهاء الحرب يعكس تراجعا في اللهجة التصعيدية الغربية، تراجع عكسه أيضا قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن لن تفرض موقفها على كييف في مسألة تقديم الأخيرة تنازلات إقليمية فيما يخص الأزمة المشتعلة. وإلى مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي نرحب بك. سلام، تقارير الغرب تشير إلى أن المرحلة حاسمة في مخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لصالح روسيا، وبالتالي يطرح السؤال هنا عن الواقع الميداني هناك ونقاط ضعف وقوة كلا الطرفين. أهلا بك دينا وبزميلي العزيزين والمشاهدين الكرام. طبعا هذه التقارير الغربية التي يشار إلى أنها تقارير استخبارية في الواقع هي لا تتعدى أهمية تقارير لمحللين أو خبراء سياسيين أو عسكريين، حتى ليسوا بحاجة لأن يكونوا استراتيجيين، لأن هذا التحليل يكفي لأن يكون الشخص يعني ضريع ببعض الأمور البديهية ولا يحتاج إلى عمق، وحتى لا يحتاج إلى يعني معطيات دقيقة جدا فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. فهي إذا يعني مجرد يعني من وجهة نظري هي مجرد محاولات يعني لإظهار أن الأمور فعلا خطيرة وحاسمة. في كل الأحوال الموقف الميداني الآن يتطور ولو ببعض البطء، ولكن يتطور بشكل منطقي وبشكل كما تريده موسكو، وهو قضم الأراضي وقضم القوات الأوكرانية والسيطرة بشكل مستمر على المزيد والمزيد من الأراضي، خاصة فيما يتعلق بمنطقة دونباس التي
تعتبر محورية ليس فقط لأن روسيا تريد أن تسيطر هاتين الجمهوريتين على الأراضي كاملة، ولكن لأن هذه المنطقة فعلا ذات بعد استراتيجي، وهي عبارة عن منطقة تلاقي خطوط النقل من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، سواء كان عبر أوكرانيا وليس عبر أوكرانيا. من وجهة النظر هذه العملية تجري كما تريد موسكو، وبلا شك هذه الخطط ستترجم في أرض الواقع ربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة. موسى عاصي، محلل ميادين للشؤون الأوروبية ودولية، إلى أي مدى ما تتحدث عن هذه التقارير بخصوص الأزمة، يعني مدى صعوبة ما تمر به أوكرانيا وأيضا على الدول الأوروبية؟ هو واقعي؟ وأيضا ما هي الصعوبات فعليا؟ يعني نحن نتحدث عن صعوبات في مكانين، المكان الأول هو المكان العسكري، يعني بتنا منذ عدة أيام ومنذ تقريبا أسبوعين بات هناك لغة جديدة في الإعلام الأوروبي ولدى المسؤولين الأوروبيين الغربيين تحديدا، هذه اللغة مختلفة تماما عن اللغة السابقة التي كانت تتحدث عن انهيار الجيش الروسي وعن هزيمة الجيش الروسي وعن انكفاء الجيش الروسي وعن انتصارات للجيش الأوكراني. اليوم بتنا نسمع لغة مختلفة، هذه اللغة تقول بأن الجيش الروسي قد يسيطر على كامل الدونباس في وقت قريب، المدن تسقط في يد الجيش الروسي، وهناك عدم تكافؤ بين الجيشين الروسي والأوكراني. وهناك مسألة مهمة جدا هي بأن السلاح الذي يصل إلى أوكرانيا وتحديدا السلاح الغربي الذي تدفع عليه الدول الأوروبية مليارات الدولارات، هذا السلاح يقصف قبل وصوله إلى الجبهات، وهذا باعتراف الدول الغربية وباعتراف خبراء عسكريين تستضيفهم محطات التلفزة الأوروبية. وهذه بالفعل مسألة في غاية الصعوبة، كيف يمكن للأوروبيين أن يواصلوا دفع تكاليف هذه الحرب خصوصا في المجال العسكري، وبالنتيجة لا يوجد أي انعكاسات إيجابية عسكريا للوضع الأوكراني. المسألة الثانية والصعوبة الثانية هي اقتصادية. نعم. نحن لا نتحدث هنا فقط عن ارتفاع مستوى التضخم والأزمة وانعكاس أزمة الطاقة على الدول الأوروبية، إنما أيضا نتحدث عن الكميات الهائلة من الأموال التي تدفع لأوكرانيا شهريا 5 مليارات دولار لتسيير الأمور المالية لأوكرانيا. وهذه مسألة إلى متى يمكن الأوروبيين أن يواصلوا تحمل تكاليف هذه الدفعات بهذا الشكل. إذن بالفعل اليوم أوروبا أمام خيارين، إما استكمال الحرب وإنهاك الاقتصادات الأوروبية بشكل تام، أو التراجع وهذا يعني هزيمة أمام روسيا. طيب، إذن نزار عبود، محلل ميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة، تصريحات بلينكين عن التنازلات الأوكرانية تتقاطع أيضا مع كلام آخر لستولتنبرغ عن تنازلات أيضا، فهل يحاول الغرب التنصل مما ورط به أوكرانيا؟ تحيتي للجميع. الغرب غش أوكرانيا وغش نفسه بالنسبة لهذه الحرب، وبدأ حربا لم يحسبها بشكل دقيق. تقرير في الاندبندنت اليوم يتحدث عن هروب الجيش الأوكراني من عدة مناطق. الجيش الأوكراني يخسر يوميا بين 100 و200 جندي، وهذا حسب كلام زيلينسكي. أيضا هناك حوالي 800 جريح يوميا يسقط من هؤلاء، والدعم والذخائر لا تكفي وحدها لكي تصنع انتصارات. هم لم يحسبوا قوة روسيا بشكل، وغشوا أنفسهم عندما قالوا أن الجيش الروسي لا يستطيع، هم لم ينتبهوا، وهذا ما يقوله المحللون، لم ينتبهوا إلى العمق الجغرافي الكبير الجيوسياسي وإلى قوة روسيا الاتحادية بهذا الشكل. هم زينوا لأوكرانيا تورطها في حرب هم يراهنون على أنها ستكون حرب مثل أفغانستان، يسقط كما سقط الاتحاد السوفيتي سابقا، يستطيعون إسقاط الاتحاد الروسي. هذا وهم باعوه لأنفسهم وباعوه لجماهيرهم وباعوه الأوكرانيين، لذلك تطوع الأوكرانيون وواجهوا الحقيقة. الحقيقة هي أن الجيش الروسي ينتصر وينتصر بقوة، الروبل يرتفع 30%، بينما اليورو هبط إلى نحو دولار تقريبا حاليا. هذا يعكس تماما مدى قساوة الهزيمة التي مني بها الغرب ككل وليس فقط أوكرانيا. طيب سلام العبيدي، في الغرب أو في هذه التقارير يتم الحديث عن 3 سيناريوهات لتطور المشهد العسكري في أوكرانيا، هل هذه السيناريوهات واقعية وتنطبق على أرض الواقع؟ كما قلت دينا، يعني هذه السيناريوهات والتحليلات الغربية يعني ليست بحاجة إلى عمق وليست بحاجة إلى معطيات استخبارية، يعني مجرد تحليلات لا أكثر. بالنسبة لروسيا يوجد سيناريو واحد، إما النصر أو النصر ولا شيء آخر.
وروسيا تعمل كل شيء من أجل تحقيق هذا النصر. بالنسبة لروسيا هذه ليست حربا، وروسيا لم تخسر يوما حربا، يمكن أن تتراجع في معركة أو تخسر حتى معركة، لكنها في النهاية كل الحروب التي دخلتها روسيا انتصرت فيها. وبالنسبة لروسيا هي المعركة ليست في أوكرانيا، وإنما هي معركة وجود، معركة إثبات قوة، معركة رسم حدود فاصلة جديدة بينها وبين الغرب. تريد أن تكون روسيا واحدا من الأقطاب الرئيسية في العالم، لا تريد أن يكون العالم قطبا واحدا ولا يكون العالم استثنائيا للمليار الذهبي، وإنما تريد روسيا علاقات دولية متكافئة وعادلة تحقق طموحات وتطلعات كل الشعوب وتصون وتحفظ المصالح للجميع دون أي يعني استثناءات. ولذلك نسمع اليوم من موسكو وتحديدا من بطرسبورغ التي يتواجد فيها أن الغرب، وهذا الكلام منسوب إلى الكرملين، الغرب في نهاية المطاف ربما بعد بعض التأخير وبعد أن يراجع نفسه ويحصي الخسائر التي سيتعرض لها نتيجة حربه على روسيا، سيفهم في النهاية أنه لا بد من الحوار والحديث والتفاوض مع موسكو حول شكل النظام العالمي الجديد. وأيضا طبعا هنا يجب أن لا ننسى الأقطاب الأخرى في العالم وفي مقدمها الصين. طيب موسى عاصي، واحدة من الأزمات أيضا التي تواجهها أوكرانيا هي أزمة نفاد السلاح السوفيتي، فهل لدى الغرب خطط معينة من أجل استبدال هذا السلاح بسلاح آخر غربي؟ أيضا ما هي الصعوبات التي يواجهها الناتو في الانتقال أو انتقال أوكرانيا من نظام تسليح سوفيتي إلى آخر غربي؟ يعني في البداية صحيح الأسلحة السوفيتية الصنع كانت في أوكرانيا أو في الدول المحيطة في الدول الشرقية السابقة التي كانت تتسلح أيضا من الاتحاد السوفيتي، معظم هذا المخزون قد انتهى في الحرب في أوكرانيا، وهذا طبعا باعتراف تقارير عديدة خرجت من الخبراء العسكريين في أوروبا. واليوم الناتو تحدث عن هذا الأمر، أمين عام الناتو يانس ستلتنبرغ تحدث عن هذا الأمر، وهو هذا الأمر سيبحث بالفعل في قمة الناتو على المستوى الرئاسي في مدريد في نهاية الشهر الجاري، كيفية نقل التسليح أو البنية التحتية التسليحية لأوكرانيا من البنية التحتية التسليحية السوفيتية إلى البنية التحتية الغربية. ولكن هذا الأمر معقد كثيرا ويحتاج إلى سنوات عديدة من أجل أن تنقل هذه التقنيات أو تقنيات الأسلحة الغربية إلى من يريد تشغيل هذه الأسلحة في أوكرانيا، إلى الأوكرانيين طبعا. إذا نحن أمام مشكلة عويصة، والحل الآن مستحيل، لأن الجيش الأوكراني كما نعلم جميعا معتاد على العمل في من ضمن الأسلحة السوفيتية، والأسلحة التي كانت حتى موجودة داخل ألمانيا وبعض الدول والولايات المتحدة الأمريكية كان لديها أسلحة سوفيتية أيضا تم استخدامها في الحرب الأوكرانية. هذه المسألة اليوم بالنسبة للدول الأوروبية تبدو مستحيلة، يعني لا يمكن للأوروبيين، هذه من جهة ثانية طبعا، لا يمكن للأوروبيين أن يقدموا الأسلحة الغربية مباشرة إلى أوكرانيا عوضا عن أنها تدمر قبل الوصول إلى الجبهات. ولكن ألمانيا على سبيل المثال أرسلت كل ما كان لديها من احتياط لدى شركات التصنيع، وهي اليوم إذا أرادت يعني إرسال أسلحة غربية إلى أوكرانيا فهي ستذهب لتبحث عن هذه الأسلحة في احتياطيات الجيش الألماني الخاص. الحل الوحيد اليوم هو في يد الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك فائضا كبيرا ومستودعات ضخمة من الأسلحة الغربية، ولكن لا يمكن إرسال الأسلحة من دون خبراء عسكريين لتشغيل هذه الأسلحة على الأرض في أوكرانيا. إلى جانب المواضيع التقنية بخصوص الأسلحة التي تحدث عنها الزميل موسى عاصي نزار، ما الذي يمنع الغرب من تزويد أوكرانيا بالأسلحة على الرغم من أن الغرب يعتبر بأن هذه الحرب أو انتصار أوكرانيا في هذه الحرب قد يصب في مصالحها الاستراتيجية؟ هو بالقطع يصب في مصالحها الاستراتيجية إذا انتصرت، لكن الواضح أنه ليس هناك انتصار، هناك تعثر كبير وهناك انتصار روسي في المقابل، وبدأ الغرب يدرك ذلك بشكل واضح، وبدأ اللوم يقع بين الحلفاء. الحلفاء ليسوا متفقين في الأساس عندما بدء المقاطعة للنفط والغاز الروسي، سارعت دول أوروبية إلى شراء كميات ضخمة قبل تطبيق المقاطعة، وهذا ينطبق على فرنسا، على ألمانيا، على بلجيكا، على هولندا، عدة دول. بالنسبة للأسلحة تقول واشنطن بوست في تقرير لها اليوم أن هناك ضعف في مراكز الصيانة،
عندما يرسلون الجابلين، وقد أرسلت الولايات المتحدة 30% من مخزونها من صواريخ جابلين، وهي من أقوى أنواع الصواريخ المضادة للدروع. هذه الصواريخ ليس لديها صيانة، ليس هناك مراكز صيانة لها. هذا واحد. واحد ثاني، من جهة أخرى هناك بيع في السوق السوداء لهذه الأسلحة، ليس فقط أنها تدمر قبل الوصول، بل أيضا تباع من قبل عصابات داخل أوكرانيا. هناك فساد كبير، وهذا الفساد سابق للحرب. تباع الصواريخ بأسعار، يقال 30,000 دولار لصاروخ جافلين و 7,000 دولار لصاروخ ستينجر، وهذا يسقط الصواريخ في أيدي عصابات، وأيضا قد تصل إلى روسيا التي تفككها وتكشف أسرارها، وهذا هذه خسارة كبيرة بالنسبة للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، طبعا لا تريدها. هناك تردد حاليا بإيصال أسلحة نوعية أكثر من ذلك، لأنهم يخشون أن تسقط في أيدي روسيا. طيب سلام، أي استراتيجية تنتهجها روسيا في أوكرانيا؟ ما هي التكتيكات التي أيضا تنتهجها بغير تحقيق أهدافها؟ عن طريق الحرب الإعلامية الشرسة والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة ومحاولات استنزاف روسيا عسكريا في أوكرانيا، عول الغرب على أهداف تغيير في روسيا داخليا من خلال تأليب المواطنين على الحكومة وعلى الرئيس فلاديمير بوتين تحديدا. لكن الذي حصل هو العكس، الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مضى، حتى المعارضين السابقين للرئيس بوتين أصبحوا الآن يتحدثون عن ضرورة أن تنتصر روسيا في هذه الحرب. هذا من جهة. من جهة أخرى اقتصاديا، روسيا كما تفضل يعني الزميل نزار وتحدث بكل وضوح، في الحرب الاقتصادية روسيا صمدت، وبالحرب العسكرية أيضا صمدت. الاستراتيجية التي تربي إليها روسيا من خلال هذه المعركة، وهي معركة جزئية من حرب شاملة ربما أشرت إليها، هو الحصول على تلك الضمانات التي طالبت بها روسيا، الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا. أي روسيا تريد أن تحقق استراتيجيا نصرا سياسيا جيوسياسيا عسكريا على الغرب من خلال إعادة رسم الحدود والخطوط الفاصلة بينها وبين الغرب. وأما التكتيكات، فالتكتيكات رأيناها في أرض المعركة، كان هناك عمل باتجاه كيف باتجاه خاركف، لكن كانت كل ذلك تكتيكات لمشاغلة الجيش الأوكراني من أجل توجيه الضربة الأساسية في دونباس وفي جنوب وشرق أوكرانيا. وهذه التكتيكات يمكن أن تتغير، المهم هو أن تتحقق الأهداف النهائية من هذه المعركة، وهي تحقيق انتصار معنوي وسياسي وجيوسياسي وعسكري على الأطلس. موسى، في خضم هذه المستجدات والصعوبات التي يتحدث عنها الغرب، هل هناك ما يؤشر إلى إمكانية الحل السياسي وقف هذه الحرب؟ يعني الحل السياسي يحتاج إلى موافقة من مجموعة من الأطراف، تحديدا الأطراف التي تواجه روسيا اليوم. ونحن لا نتحدث عن موقف واحد وموحد، إنما نتحدث عن خارطة من المواقف. إذا خير للأوروبيين الغربيين، طبعا فرنسا، ألمانيا والدول الأخرى، إيطاليا وإسبانيا وغيرها، فهذه الدول على استعداد للبدء بمحادثات غدا مع فلاديمير بوتين من أجل التواصل إلى حلول. وإذا ما استندنا إلى الكلام الذي قاله إيمانويل ماكرون اليوم بأنه على أوكرانيا والرئيس زيلينسكي أن يدخل في حوار مباشر من أجل وقف هذه الحرب والدخول في حل سياسي، هذا يعني في استنادا إلى الوقائع الميدانية والتقدم الروسي في شرق أوكرانيا، هذا يعني بأن هذه الدول الأوروبية الغربية هي على استعداد للحوار مع موسكو على أساس الشروط التي كان وضعها فلاديمير بوتين قبل بدء الحرب، أي عدم إدخال أوكرانيا إلى الناتو، هذا حاصل، عدم إبقاء الجيش الأوكراني بقوته التقليدية، وهذا حصل، تم تدمير الجزء الأكبر من الجيش الأوكراني، وأيضا وضع خاص للمناطق الشرقية، وهذا حصل أيضا بقوة العسكر. إذن الأوروبيين الغربيين على استعداد للحوار مع فلاديمير بوتين، ولكن القرار ليس بيد الأوروبيين الغربيين، القرار بيد الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا أيضا في أوروبا دول أوروبا الشرقية التي تعتقد، ربما لا أعرف يعني هذا إلى أي شيء يستند هذا الاعتقاد، بأن هناك فرصة لهزيمة روسيا داخل أوكرانيا، ولذلك هذه الدول من بولندا إلى الدول رومانيا الدول الشرقية الأخرى تعتقد بأنه يجب مواصلة الحرب في أوكرانيا حتى هزيمة روسيا. إذا مسألة السلم والحرب هي ليست بيد الأوروبيين، هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وهي من يقرر متى تتوقف هذه الحرب. طيب سؤال أخير نزار، تأثير الأوضاع الاقتصادية على العالم أجمع، طبعا الصعبة على العالم أجمع تحديدا في الغرب،
على سير المعركة وعلى أي نتائج على مستقبل الصراع في أوكرانيا، وأمام صورة هذه التحديات التي يمر بها الغرب والصعوبات، أي خلاصة نستنتجها عن القوى العظمى في العالم؟ الغرب بمجموعة هي يواجه أكبر أزمة وأصعب أزمة ربما منذ الحرب العالمية الثانية على المستوى الاقتصادي. اليوم جو بايدن الرئيس الأمريكي وجه نداء إلى مصافي النفط الأمريكية يطلب منها تخفيف أرباحها، علما بأن هذه المصافي سكر الكثير منها أثناء أزمة كورونا بسبب عائداتها المتدنية والتي صمدت واستطاعت البقاء. هذه تحاول، هي تعمل بأقصى طاقتها لإغراق السوق، لكن طاقتها باتت محدودة بسبب إقفال العديد من المصافي. هذه واحدة. ومن ناحية ثانية هناك طبعا ارتفاع كبير في التضخم، جعل الفيدرالي الأمريكي يفكر برفع الفائدة بشكل كبير، وهذا يضعف كثيرا الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي يقود الاقتصاد العالمي، إذا هبط يهبط معه الاقتصادات الأخرى. على مستوى آخر هناك نقص كبير في اليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، واكتشفوا أن هناك مفاعل نووي أمريكي في كونتيكوت مقفل منذ فترة بعيدة، وأن الاعتماد هو على اليورانيوم المخصب الروسي لمعلدات الكهرباء، وهم بحاجة ماسة حاليا إلى يورانيوم مخصب. ربما هذه فرصة للدول التي لديها فائض في اليورانيوم المخصب لبيعه للولايات المتحدة. نعم. الولايات المتحدة تتعثر كثيرا اقتصاديا وتتعثر معها الغرب بمجموعه. إذا نزار عبود موسى عاصي وسلام العبيدي، شكرا جزيلا لكم. الشكر الكبير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. التحليلية انتهت، إلى اللقاء.